أهلا بكم، منتصف نهار 31 من يوليو تموز، ومعكم خليل فهمي، وهذا بودكاست غزة اليوم. وفي بودكاست اليوم: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وحماس تتوعد بالرد. قال أحد قادة الحركة سامي أبو زهري بأن ما وصفه بالاحتلال قد فتح النار على نفسه وليس على إسماعيل هنية. وأخته أمال هنية تقول لغزة اليوم: كان كلامه أول امبارح هو طالع بقول أنا عشت 50 سنة في الجهاد وفي المقاومة، يعز أن أموت على فراش الموت في قطر، بل اللهم خذ من دمائي حتى ترضى. وطلع على إيران دغري. وردود أفعال من مواطني غزة على نبأ اغتيال هنية: يوم حزين جدا على الشعب الفلسطيني، أقول لك بل على العالم الحر، هذا التاريخ لا ينسى. يعني هو اللي بقتل نساء وأطفال صغار بقطعهم وبنزلوا الدور عليهم بدون مش يقتلوا قائد كبير ويقتلوه. التهاب السحايا فيروس يضاف إلى الأوبئة الخطيرة المهددة لأطفال غزة. وجدوا عنده نتيجة الفحص، لقوا عنده اللي هو مرض السحايا، وطبعا الدكاترة كثير كانوا يعني بحذرونا من هذا المرض وخوفونا أنه هذا مرض معدي. وفاتنة الغرة شاعرة وصحفية من مهاجرة إلى شاهدة على تاريخ يكتب. حاليا في دير البلح يا عمته؟ صحيح. الحمد لله على سلامتكم يا عمري. اليوم 99 بعد 200 لاندلاع الحرب في غزة، وفيه اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، وأول رئيس لوزراء السلطة الفلسطينية من داخل الحركة عقب الانتخابات التي فازت بها بشكل مفاجئ في عام 2006. اغتيل هنية ومرافقه في طهران عقب حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. حركة حماس أعلنت النبأ وأكده بيان للحرس الثوري الإيراني، وقالت حماس إن الاغتيال تم بصاروخ موجه من قبل إسرائيل التي التزمت الصمت. قوبل اغتيال هنية بردود فعل إدانة واستنكار من قبل الحكومة الفلسطينية وعدة دول أهمها الصين. في غزة اليوم تحدثنا إلى السيدة أمال هنية أخت إسماعيل هنية لنستمع إلى رد فعلها، كما نستمع إلى ردود أفعال مواطنين من غزة على عملية الاغتيال. اغتيال هنية جاء على وقع استمرار لعمليات القصف في عدة مناطق بجنوب ووسط قطاع غزة في المواصي ودير البلح وغيرها. والتهاب السحايا مرض يهدد أطفال غزة بسبب ظروف الإيواء وفقدان التغذية. في بودكاست اليوم أيضا ضيفتنا بالاستوديو فاتنة الغرة، صحفية وشاعرة ومترجمة من غزة، هاجرت منها قبل 15 عاما، نالت الجنسية البلجيكية، ثم زارت غزة بعد طول اشتياق قبيل 3 أيام فقط من 7 أكتوبر، فتحولت زيارتها من استرجاع ذكريات اشتياق إلى رحلة نزوح وتوثيق لشهادة على تاريخ لحرب بفصول جديدة. فاتنة الغرة، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك في استوديو بودكاست غزة اليوم. يعني لا أدري مما نبدأ، لكن فرض اغتيال السيد إسماعيل هنية في طهران نفسه على أحداث الساعة. فقبل أن نأتي على ما هو شخصي وما مررت به، كيف استقبلت خبر اغتيال هنية هذا الصباح؟ بمنتهى الحزن طبعا. اختلافك مع تنظيم سياسي والاختلاف هذا فريضة. أنا بالنسبة لي الاختلاف هو مبدأ صحي في الشعوب. أن تختلف مع فصيل سياسي في منهجه هذا لا يعني أن لا تحزن ولا يدمع قلبك حينما تسمع هكذا خبر، خاصة حينما يتعلق الأمر بقائد مثل إسماعيل هنية أبو العبد. أنا التقيته شخصيا حينما كنت بدرس بالجامعة، وكان أستاذ في ذلك الوقت بالجامعة، وأعرف جيدا مدى سماحة هذا الرجل ومدى طيبة قلبه. فأن يتم اغتياله بهذه الطريقة وبهذا التوقيت تحديدا هي ضربة قاسمة، ليست ضربة للحركة. اغتيال هنية هو أثبت صدقه
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ينتظر ومن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو صدق ربه وناله ربه ما صدق. لكن الشيء الأكثر خطورة، لكن أنت بدأت بأنك يعني مختلفة معه. أنا أختلف مع حماس طبعا، أنا أختلف مع رأي، وهذا أمر ليس سرا، هو أمر معروف طوال الوقت. اختلافي معه مع حركة الشأن الداخلي الفلسطيني، لدينا تنظيمات متعددة، لدينا أفكار متعددة، وهذا هو الشكل الصحي لأي مجتمع. لا يجب أن تسود في المجتمع رؤية واحدة ولا وجهة نظر واحدة. الاختلاف هو الشريعة والشريعة الصحيحة. لكن السؤال كيف نختلف؟ السؤال كيف نتناقش ونقف على أرضية ثابتة، هي أرضية الوطن، أرضية القضية، قضية الحق التي لا فصال فيها. فبالتالي أن أختلف في طريقة التفكير أو المنهجية هذا أمر يخصني ويخص مشهدنا الفلسطيني. لكن دعمي للمقاومة بكل ما أوتيت من قوة ومن حجج، هذا بالنسبة لي حق وواجب فرض عين علي. فحزني على رحيل القائد إسماعيل هنية هو حزن، ليس حزن شخصي، وإنما حزن فلسطيني، وحزن يدرك أهمية خروج هذا القائد من هذا المشهد. أبو العبد كان من أكثر الناس تسامحا وأكثرهم اتزانا حقيقة وأكثرهم طيبة. خروجه من المشهد وبهذه الطريقة يعني الأمور ستذهب إلى منطقة أسوأ بكثير من السوء الذي نحن فيه الآن. طيب فاتنا، تحدثنا للتو في غزة اليوم مع السيدة أمال هنية أخت إسماعيل هنية، لنستمع إلى تعليقها على اغتيال شقيقها إسماعيل هنية. تقبلنا الخبر يا أختنا كان صاعقة، يعني أجل زي مثلا بقول لي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بقول له إيش في الدعوة؟ أنا مصلي ونايم الصبح، في إيش؟ بقول لي لا بس تصحي، بقول له في إيش لأولادنا؟ ما إحنا أولادنا في الجنوب. الله قال لي يا ريت. بقول له إيش الدعوة؟ قال لي كبير. مين الكبير؟ قال أبو العبد. أبو العبد لا إله إلا الله، أبو العبد بده وقف الحرب حتى لشعبه لوطنه للشعب اللي بروح بين تحت الرماد وتحت الحيطان وتحت سكوفة البطون، أطفال نساء أبرياء، لا لهم لا هيك ولا لهم هيك، يعني بده هذا كانت يعني تنازل بما فيه الكفاية. أبو العبد وحالته كلها بسيطة اللي تنازل إلى البدية، يعني عودة عن الجنوب، تعمير البلد، فك الحصار عن غزة، هاي اللي بدنا إياه. بدوش حاجة أكثر من هيك، حاجة إنسانية لشعبه لوطنه. نعم أبو العبد كان بيحب وطنه، بيحب دينه، بيحب دنياه، وبيحب شعبه. نعم، لابد أنها أوقات صعبة وأنتم تنتظرون الجثمان. كيف هو استعداد العائلة؟ يا ريت يا أختي يجيبون الجثمان، يا ريت نشوفه، يا ريت نشوفه يجيبوه، يا ريت نشوفه يا عيني، يا ريت يا أمه. بدي يدفنوا يا في إيران يا مفتوح في قطر. هيك سمعت هيك سمعنا، لسه ما أكد من الكلام رسمي. إذن لم يؤكدوا استلام الجثمان يعني لدى العائلة. الله أعلم هي قطر، الله أعلم، لأنه زوجته فيها أولاده فيها. نعم، عنده ابن عبد السلام وهمام. نعم. عنده أحفاده هناك. نعم طبعا استشهد أولاده وأحفاده، ابنته كان عريس ولسانا متزوج، وابن محمد جوز بنت ابنه، وابن حازم جوز بنت أخوي، ويعني كلنا في الهوى سوا، كنا عائلة واحدة. أول امبارح سمعاني يا أختي؟ إيه تفضلي. كان كلامه أول امبارح هو طالع بقول أنا عشت 50 سنة في الجهاد وفي المقاومة، يعز أن أموت على فراش الموت في قطر، بل اللهم أخذ من دمائي حتى ترضى. وطلع على إيران دغري. كانت هذه هي السيدة أمال هنية أخت إسماعيل هنية، علقت لغزة اليوم على نبأ اغتيال شقيقها، ومنها إلى عدنان البرش مراسل بي بي سي للشؤون الفلسطينية. مرحبا عدنان. مرحبا بكم. أهلا بك. أهلا عدنان سيدي. ومعي فاتنة الغرة الصحفية والشاعرة. يعني عدنان، بداية المشهد كما ذكرت فاتنة، كيف هو المشهد بعد ساعات أو سويعات من نبأ اغتيال
هنية سواء على الصعيد الفلسطيني، على صعيد حماس، الصعيد العربي من خلال متابعتك؟ نعم، يعني توالت ردود الفعل بشكل واسع وكبير جدا على هذا الحدث الكبير والضخم الذي يعني حصل الليلة الماضية باغتيال قائد حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. بدأت هذه يعني الردود ببيانات كثيرة أصدرتها الفصائل الفلسطينية المتعددة، ومن بينها حماس التي أعلنت عن عملية الاغتيال والتي اتهمت فيها إسرائيل بشكل مباشر بأنها تقف وراء هذه العملية. وقال أحد قادة الحركة سامي أبو زهري بأن ما وصفه بالاحتلال قد فتح النار على نفسه وليس على إسماعيل هنية، وقال بأن إسرائيل أرادت من خلال هذه العملية كسر إرادة الحركة وإرادة الشعب الفلسطيني، لكن حماس هي فكرة لا يمكن أن تقتل بمقتل قادتها كما قال سامي أبو زهري. وأيضا الرئاسة الفلسطينية ومكتب الرئيس أبو مازن أدان العملية وقال بأنها عملية اغتيال جبانة وتطورا خطيرا، وقبل قليل أعلن عن الحداد العام وتنكيس الأعلام ليوم واحد في الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى الوحدة والصبر والصمود في مواجهة الاحتلال كما جاء في بيان الرئاسة، وكذلك حركة الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة ومختلف التنظيمات الفلسطينية أدانت هذه العملية ووصفتها بأنها عملية جبانة وغادرة وآثمة نفذها العدو المجرم بحق أحد رموز المقاومة الفلسطينية كما جاء في بيانات الفصائل. مؤشرات الساعات الأولى عقب اغتيال هنية من واقع الأحداث على الأرض في غزة، هل يعني تغير الوضع؟ هل ازداد سوءا من ناحية القصف والمواجهات العسكرية أم هدأت الأوضاع هناك؟ نعم، من خلال متابعتنا لتطورات الوضع في غزة، الأمور في القطاع على حالها فيما يتعلق في استمرار العمليات الإسرائيلية بالشكل المعتاد إذا جاز التعبير خلال هذه العملية المستمرة للشهر العاشر على التوالي، حيث استمرار عمليات التوغل في مناطق كمنطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأيضا في الأطراف الشرقية لمخيم الأوريج ومنطقة النصيرات ودير البلح، وفي محافظة رفح حيث تستمر عملية التوغل لأكثر من 3 شهور، ونفس الأوضاع فيما يتعلق بالغارات المتفرقة والقصف المدفعي على الأطراف الشرقية والشمالية لمختلف مدن القطاع، وأيضا استمرار الأوضاع الإنسانية المأساوية جراء هذه الحرب ومنع إدخال مواد المستلزمات الطبية والغذاء ومياه الشرب وما يشبه المجاعة التي تنتشر في شمال غزة، والأمراض الكثيرة والخطيرة التي بدأت تظهر لا سيما في صفوف الأطفال والنساء. وقبل يومين أعلنت وزارة الصحة أن غزة أصبحت بؤرة لانتشار وباء شلل الأطفال وأيضا أمراض جلدية خطيرة، وهناك تهالك للمنظومة الصحية، وبالتالي الوضع مع اغتيال إسماعيل هنية لا زال على حاله وعمليات القصف والتوغل، ولم يختلف أي شيء في المشهد في قطاع غزة. أشكرك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وإلى هناك ذهبنا بالفعل إلى غزة لنستطلع آراء بعض مواطنيها هذا الصباح على نبأ مقتل إسماعيل هنية. يوم حزين جدا على الشعب الفلسطيني، أقول لك بل على العالم الحر. هذا التاريخ لا ينسى، كان هنية صوت الحق وصوت الحرية، كلنا بنعرف هنية كويس وقديش له قاعدة جماهيرية عريضة على المستوى العالم. سبحان الله، كنا ننظر إلى الشاشة، ننظر إلى وجه هنية إنه في شهادة في وجهه وقد نالها في عملية اغتيال جبانة الله يرحمه، وإحنا كشعب غزة عزاءنا كبير ومصابنا جلل وعظيم، ودائما كان يقول إما النصر أو الشهادة. والله قمت من الصبحيات ومتصليت الصبح، ففتحت طبعا بسمع أخبار الستة، فبقول لزوجي اسمع كنا مقتلين هنية، بقولي لا يا شيخة، رجع برجوع
إلا بقول لي والله هذه صدمة. هي وصلت كمان رئيسنا باعتبار هو، لأنه الرئيس تبعنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مش سائل علينا ولا كل الدول سائل علينا. صح هو معانا إحنا نبدنا عشان حماس، لكن بضل الرمز للشعب الفلسطيني ومقاوم. أولاده راحوا وشعبه راح وكل أولادنا راحوا. رأيي والله العظيم إنه كان فاجعة كبرى كانت للشعب الفلسطيني كاملا. يعني هو اللي بقتلوا أطفال وبقتلوا نساء وأطفال صغار بقطعوهم وبنزلوا الدور عليهم بدهم يمشوا يقتلوا قائد كبير ويقتلوه. هذول اليهود فيش عندهم دين، فيش رحمة عندهم. قتلوا القائد الكبير وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا أبو العابد يا غالي. صحيت من النوم استغربت في خبر اغتيال إسماعيل هنية. جيش الاحتلال لا بخلي طفل ولا شيخ. نحن كشعب فلسطيني ندين اغتيال إسماعيل هنية لأنه يمثل أكبر فصيل فلسطيني اللي قتل أطفال ونساء. مش بعيد عليه اغتيال قائد زي إسماعيل هنية. ولم نعرف كمان أنه الاحتلال في نص الحرب على قطاع غزة تم استهداف باقي العيلة عنده اللي هو أولاده أولاد ابنه. الله يكون في العون. فاتنا يعني قصة غريبة، 15 عاما خارج غزة مهاجرة إلى أن حصلت على الجنسية البلجيكية، ثم قررت بعد 15 عاما أن تزوري غزة نفسها، الوالد والوالدة والأسرة هناك في الرابع من أكتوبر تشرين أو الثالث من أكتوبر تشرين، يعني قبل 4 أيام من السابع. صحيح. من أكتوبر. صحيح. 4 أيام كانت كافية لاحتضان غزة الذكرى والذاكرة والطفولة وكل هذا في تل الهوى أظن. طبعا إحنا من سكان تل الهوى شارع 8. لا بالتأكيد يعني من عبث القول إنه نقول إنه هذه كانت كافية. يعني أنا حاولت طبعا، هذه كانت ليست المحاولة الأولى لإني أجي أزور أهلي. أنا حاولت على مدار سنين من ساعة حصولي على الجنسية إني أنزل غزة وأزور أهلي، لم أوفق حتى اللحظة الأخيرة ما قبل نزولي غزة. حتى كنت أحدث بنات إخوتي على الهاتف وهم بيسألوني عمته متى نازلة، يعني بدنا نشوفك اشتقنا لك. قلت لهم مش عارفة لسه، مش ظابطة، بس اللي أنا بعرف إنه قبل ما تخلص هاي السنة رح أكون بغزة. كيف وقتش بعرفش. طبعا بيذكروني دائما بهذه الجملة اللي قلت لهم إياها. وبالفعل بعد شهر أو أقل من شهر كنت موجودة في غزة. طبعا انت عارف يعني بعد هيك عدد هذا من السنين بدك اول ايام للعيلة تقعد في قلب الدار وتكون وسط عيلتك، فمش تخرج تشوف غزة. ولكن كنت محظوظة اني قررت انه اول شيء ازور قبر اخي اللي توفي فجأة بمرض السرطان وانا بعيدة وهو شاب يعني، وكان لازم أزوره حتى أقول له وداعا يعني على أرض الواقع. وزرت أيضا أحبة أخرى آخرين ذهبوا وأنا في الغربة. كنت محظوظة إني رأيت شاطئ غزة ولو لليلة واحدة، لمرة واحدة. طلعت مشيت في شارع الرمال ولو لساعة واحدة. ولكن الحظ الأكبر إنه أنا كنت عايزة أرجع أعيد ذكرياتي وأربط جذوري أكثر بغزة، لكن ربط الجذور جاء بطريقة أخرى غير زيارة الأماكن وذكريات الطفولة وأماكن الصبا. كان من خلال نزوحنا للمستشفى وإقامتي في المستشفى مع ما يقارب 14,000 بني آدم. كانت غزة كلها موجودة في المستشفى بكل أطيافها وكل مستوياتها الاجتماعية والثقافية. دي أول رحلة نزوح، هذه أول بعد رحلة بعد اندلاع الحرب. نعم. من بيتنا إلى المستشفى. إحنا نزحنا من بيتنا للمستشفى تقريبا بعد أسبوعين من بدء الحرب. بقينا في البيت، ما كنا راضيين نطلع. مستشفى القدس تل الهوى أيضا. مستشفى القدس. أي.
لأنها بحكم أنها قريبة، وإحنا متخيلين أنه بما أنه عندنا سيناريوهات مسبقة للحروب السابقة فتل الهوى تعتبر بحكم أنها من أرقى المناطق، فدائما لا يصيبها إلا أهداف محددة، فكنا متوقعين أنه حنرجع، فبالتالي الأفضل أنه نروح على المكان الأقرب للبيت اللي هو المستشفى، ما كناش عارفين السيناريو القادم يعني. كم استغرقت رحلة النزوح كلية حتى وصلت إلى مصر أو دخلت مصر؟ من بدء الحرب إلى وصولي إلى مصر 75 يوم. 75 يوما. أول 75 يوم في الحرب. نعم. وكان معك الوالد والوالدة. نعم. لكنك تركت أيضا أفراد عائلة من... كبرى. عائلة كبيرة. أنا بنت وحيدة على 9 شباب، وعندي منهم في غزة 6 إخوة بعائلاتهم. لا يزالون هناك. طبعا. طبعا. أخ في أخ موجود بغزة المدينة هو وعائلته، هذا أصيب لما نزحنا من البيت، إحنا لقيناه قدامنا بالمستشفى، ما كنا عارفين أنه أصيب في القصف لأنه كان جنبنا، إحنا جرينا طلعنا من البيت في لحظة وصول القصف لجيراننا، فخلص صار البيت يرتج فينا فهربنا، فكان أخوي أصيب بالردم من العمارة اللي قصفوها، وظل هو وعائلته اللي أصيبت أيضا فيما بعد لما قصف بيت جيرانهم، فكلهم أصيبوا وإلى الآن موجودين في غزة. وعندي عوائل 2 من إخوتي موجودين في دير البلح، في الحكر في دير البلح، وأبنائهم طبعا بتفرعاتهم، وإخوتي الباقيين في مواصي خان يونس أيضا بتفرعاتهم بأبنائهم. من إخواتك الذكور فهد؟ فهد آه. أين هو ويقيم؟ فهد في مواصي خان يونس. في مواصي خان يونس. نعم. طيب اسمعي معي كده في التليفون. أبو جهاد. أبو جهاد. طيب إيه رأيك لو جهاد معنا؟ عن جد؟ نعم. ألو؟ جهاد؟ ألو؟ مرحبا. حبيبي. حبيبي يا عمتو. حبيبي يا عمتو. حبيبي يا عمري أنت. حبيبي. مرحبا جهاد في بودكاست غزة اليوم. أهلا بيك من مواصي خان يونس. حبيبي. آخر رحلة كانت مواصي خان يونس، لكن مع التحدب الأخير للآليات هربنا ونزحنا للمرة العاشرة ممكن على دير البلح. حاليا في دير البلح. حاليا في دير البلح يا عمتو؟ صحيح. الحمد لله على سلامتكو يا عمري. حبيبي يا عمري. طمني عنكو يا عمري. طمني عنكو حبيبي. الحمد لله. الحمد لله بخير الحمد لله. تقطع المسافة من مواصي خان يونس لدير البلح في قد إيه يا جهاد؟ إيه هو بالثلاث ساعات. ثلاث ساعات. نعم. طبعا لأنه أغلبها ماشية يعني. شو بدك تسألي؟ جهاد طالب كان خلص ثانوية عامة وجاب مجموع محترم ما يقارب 94%، وسجل طب أسنان وحضر بس محاضرتين في غزة. وبعد الحرب جاته منحة للجزائر لدراسة طب الأسنان في الجزائر، وكان المفترض أنه يطلع خلال الحرب مع الطلاب اللي قدروا يطلعوا، لكن للأسف انقصف المعبر قبل ما يطلع، فهو الآن ما زال حبيبي عالق هناك. إن شاء الله توفق في... توفق في رحلة رحلة استكمال دراستك بإذن الله، لكن في كل الأحوال تستطيع مواصلة الدراسة أونلاين؟ حاليا لابتوبي وأغراضي وكل الأشياء اللي أدرس فيها أونلاين ضلت في غزة وأنا ما معي شيء للأسف. نعم. فهذا عائق من دراسة أونلاين، أنا أدعم الدراسة عادي أستكمل دراستي، لكن لابتوبي وجوالي وكله ضل في البيت في غزة وأنا نزحت على الجنوب. فاتنا عايزة تقولي الجهاد أشياء وتسألي عن أشخاص. بدي أسأل بس بدي أقول له يا عمتو أنا بعرف قديش قاسي كل شيء عليك، وبعرف قديش أنت كنت يعني مكرس حياتك كلها للدراسة وللمستقبل اللي كنت بترسمه لنفسك. أحيانا ربنا بيرسم لنا طرق أخرى يا عمتو، بدي إياك تضلك بس محافظ على نفسيتك وثباتك، لأنه ما يحدث تيحدث سواء حافظت على ثباتك أو لم تحافظ، بس محافظتك على ثباتك يا عمتو وصمودك وإيجابيتك رح تخليك عارف تفكر بإيجابية وبدون توتر، وتخليك عارف تفكر للحظة الجاية كيف تنجو.
المحافظة على الثبات في كل في حالة عدم ثبات لأي شيء هي اللي رح تنجيك يا عمته، لأنه غير هيك رح يشل تفكيرك. بدي إياك تضلك مآمن بنفسك، تضلك مآمن بقضيتك وبعدالة قضيتك، وإنك رح تنجو، وإن شاء الله كلنا رح ننجو. أنا بحبك كتير يا عمته، أنا بحبك كتير. وأنا كمان، والله وأنا كمان حبيبي. طيب جهاد حبيب تقول حاجة عبر البودكاست؟ والله يعني أتمنى من الله أن لا يطيل هذا البلاء علينا، لأنه فعلا فعلا بكل ما تحمل الكلمة من معنى إحنا بنعاني، إحنا كثير بنعاني كمان في قطاع غزة. الوضع كثير صعب، الناس لم تعد تحتمل هذه المصيبة، هذه الكارثة. يعانون من كل شيء، من أدنى شيء إلى أقصى شيء، يعني من الماء الحلوة، من الماء المالحة، عدم توفر يعني الأشياء البسيطة لأي حياة بسيطة ليست مثالية، بالعكس بل هي بسيطة غير متوفرة، حياة بسيطة عادية غير متوفرة. فندعو الله أن لا يطيل هذا البلاء علينا، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. حبيبي يا عمت، حبيبي جهاد ابن فهد، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. سلم لي على أبوك وعلى أمك وعلى أولاد كلهم وعلى أخواتك يا حبيبي. حبيبي أعطيكم العافية. حبيبي ببوسك يا عمري. مين تاني بتذكري هناك؟ و يعني كتير، بس بيعز علي أكتر واحد يعني دايما جرحه عميق، أخوي محمود اللي فقد ابنه ليلة نزوحنا من المستشفى للجنوب. يعني تم اغتياله برصاصة غادرة، وكان يا حبيبي لسه عيد ميلاده من شهر ولا شهرين، عيد ميلاده 21. فبعز علي جدا يعني أنه كمان في وجع إضافي للوجع اللي بيعيشه. ارتحت كثيرا أنه لم تتركي الوالد والوالدة في رحلة النزوح؟ طبعا هذا كرم، كرم من ربنا ورضا ومحبة. ما فيش أكبر من هيك حدث أو اختيار، أنه ربنا يقولك قديش هو بيحبك، أنه يختارك عشان تكوني موجودة مع أبوك وأمك في هم في هذا العمر وفي هذا الظرف. هذا اختيار يعني وكرم لم أكن أتخيل أني أستحقه حقيقة. فأنا ممتنة أني أنا كنت معهم وما زلت معهم، وهم الآن إلى الآن على مدار 10 شهور هم في رعاية، يعني أنا في رعايتهم وهم في رعايتي. فاتنا الحوار معك مستمر ومتواصل، لكن دعيني أذهب إلى صورة أخرى من صور المعاناة في غزة الحقيقة، التي تحذر منها وزارة الصحة من ظهور حالات فيروسية لالتهاب السحايا في أوساط الأطفال. لنستمع إلى طبيب مختص داخل المستشفى المعمداني ماذا يقول. أنا الحكيم حسام العسلي، شغال في مستشفى الأندونيسي قسم الباطنة. طبعا أنا بتابع حالات مرض التهاب السحايا، طبعا عندنا أكثر من حالة، وطبعا هدول السبب الرئيسي لهم أنه المشاكل اللي بيصادفونا من مراكز الإيواء والسوء التغذية، وطبعا الصرف الصحي هذا له دور كبير، لأنه جميع الناس هالفترة بيختلطوا فيه. طبعا هذا له مخاطر كبيرة وبيندر مشاكل صحية على شمال قطاع غزة، طبعا ممكن ينتشر بشكل كبير إذا ما في إجراءات وقائية مشددة. يعني إحنا المرضى مفروض إحنا في الأيام العادية كنا نحط كل مريض في غرفة، إحنا هلا بنحط 3 مرضى 4 مرضى في غرفة واحدة، فالإشي مش زي أول. طبعا الكادر الطبي عندنا نقص كبير بشكل كبير في الكادر الطبي، يعني إحنا بنحاول نعوض على اللي طلعوا على الجنوب، والطاقم الطبي والكادر الطبي اللي طلعوا على الجنوب إحنا بنحاول نعوض عليه. هذه شهادة طبيب، فماذا يقول ذو الأطفال المصابين بالتهاب السحايا؟ أنا طبعا والد المريض ياسر طلال حمودة، إحنا الآن متواجدين في المستشفى الأندونيسي من يوم 21/7. طبعا دخلنا المستشفى كان مع ابني تقيؤ شديد، وكانت معه حرارة وألام في المفاصل، وكان هزيل.
لدرجة أنه وصل مرحلة تشنج. لما وصل مرحلة تشنج احنا طبعا استدينا الإسعاف وأخذناه على المستشفى، وبدأت الطواقم الطبية هنا الحمد لله مشكورين أنهم يتعاملوا معه رغم قلة الإمكانيات اللي موجودة. وجدوا عنده نتيجة الفحص لقوا عنده اللي هو مرض السحايا، وطبعا الدكاترة كثير كانوا يعني بحذرونا من هذا المرض وخوفونا أنه هذا مرض معدي ومحدش يحتك مع المريض إلا ناس قلال، ما فيش إلا أنا وأخوه كنا بنتعامل معه، ولازلنا الحمد لله موجودين في المستشفى رغم أنه بدأ يتماثل الشفاء، لكن لازال هناك طبعا ألام شديدة في الرأس وفي الأكتاف والمفاصل بعاني منها لحتى الآن. أنا أحمد خلة، مريض في السحايا. أنا جيت على الأندونيسي يوم الثلاث اللي فات، ولكن صار عندي تشنجات جدا 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 وسخونة كثيرة، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيا. وأنا يعني مش أول مرة يعني أجي على المستشفيات، قعدت 3-4 أيام للغرفة المركزة والسخونة كانت عالية جدا جدا. يعني هذه أصوات لبعض المصابين وأيضا ذوي أطفال مصابين بالتهاب السحايا، أمر تحذر منه وزارة الصحة أنه لئلا يتحول إلى وباء. فاتنا الغرة تجارب صحفية وشاعرية وترجمة وأشياء من هذا القبيل، يعني حملتيها معك في تاريخ عملك، وذكرت أن كان لك يعني نشاط في بلجيكا. أنت أولا تأتي وعليك الكوفية الفلسطينية، هل فقط هذا بعد أحداث غزة أم؟ لا طبعا، يعني لو عملت جوجل على اسمي رح تلاقي أنه من أصغر عمر موجود إلي في صورة، رح تلاقيني إما بالتوب الفلسطيني أو بالحطة الفلسطينية. أنا دائما أحضر بزي الفلسطيني لأنه بالنسبة لي أنا صاحبة قضية، ليست مجرد كلمة أقولها لأن نحن الآن نعيش هذه الحرب وهذه الإبادة، ولكن أنا منذ وعي أنا مرتبطة بهذه الأرض، أنا جزء من هذه الأرض وأعي تاريخها، جينات هذه الأرض فيا وتخبرني هذا التاريخ، فانتصاري لها لأني أنتصر للمظلومية. أنا أكره الظلم، طبيعتي لا أحتمل الظلم، هذا جزء من تكويني. فبالتالي حينما أكون ابنة أشرف قضية وأصدق قضية، كيف لا أنتصر لها ولا أرتدي ما يرمز لها في كل محفل. طيب 15 عاما قبل محاولة زيارة غزة، بعيدة عن غزة، أكيد كان هناك كارير وعمل. صحيح. كيف سيختلف الآن من بعد هذه المحطة وبعد هذه التجربة؟ هل سيستمر على نفس المنوال أم أنك تفكرين في مشاريع أخرى؟ هو الواقع هو الفرض مشاريع أخرى. مثل ما قلت أنا دائما غزة تسكنني، دائما هذه المدينة تسكنني، لأنه غزة مش مجرد مدينة، مش مدينة عابرة في التاريخ، وعمرها ما كانت مدينة عابرة في التاريخ. هذه مدينة محورية في التاريخ على مدار تاريخ اللي يقارب 4000 سنة. دائما غزة حاضرة، حينما تقرأ أي شيء متعلق في المنطقة لابد أن يكون هناك حضور لغزة. فبالتالي الآن لا، الموضوع يعني في هناك مشاريع اللي هو أولها كتاب اليوميات اللي حيصدر قريبا عن منشورات المتوسط باللغة العربية، وعن دارين نشر باللغة الهولندية، دار بهولندا، دار إيبو ببلجيكا، ودار يورجن ماس بهولندا، يوميات نزوح. يوميات نزوحنا فقط في المستشفى، 23 يوم في المستشفى، عبارة عن رسائل إلى لامار ابنة أخوي اللي في بلجيكا. أنا الفكرة إني بحكي للامار، بس من خلال ما بحكي للامار أنا بحكي لأي حد عايز يقرأ الرسائل اللي بيني وبين بنت أخوي. بحكي لها عن كل المشاهدات اللي عشتها في المستشفى، عبارة عن 23 رسالة، مثل الأيام، عدد الأيام اللي قضيناهم بالمستشفى، فيهم الدمعة وفيهم الضحكة وفيهم السخرية وفيهم الوجع، فيهم كل شيء عشناه
كل شيء عشناه في هذا التوقيت. المستشفى واحد كان مستوعبا لآلاف الحالات كما ذكرتي لي. طبعا المستشفى ضخم وكل المستشفيات فيها آلاف العدد. هو المستشفى من 4 مباني، مستشفى القدس ومن عدة طوابق. احنا كنا ما يقارب من 11,000 ل 14,000 شخص في هذه المستشفى. احنا كنا في الطابق الأول. وطبعا أنا وثقت الكثير من هذه المشاهد من خلال الفيديو في الهاتف ومن خلال الصور. هناك الكثير من التوثيق، المواد الأرشيفية اللي حتكون أيضا موجودة في الكتاب من خلال QRQ في الكتاب، بحيث أنه أي شخص يريد أن يرى ويعيش التجربة أيضا بشكل حياتي، يمكن لو من خلال وضع الRQ أن يذهب إلى هذه التسجيلات. الكتاب القصد فيه أن يكون ليس مجرد كتاب أدبي، ليس مجرد سيرة، ليس مجرد كتابة يوميات، وإنما أن يكون هناك أرشفة. السردية الفلسطينية الآن يجب أن تأخذ هي الصدارة، لأنه هذا ما نحتاجه. نحتاج كل شخص لديه قدرة على الإبداع، لديه قدرة على الحكي أو التوثيق بالكلمة أو الصورة أو الصوت، أن يفعل ذلك. وهذه مهمتي منذ الآن وإلى أن يشاء الله، أن أوثق بالشكل الأدبي ما عشته وما يعيش أبناء شعبي. طيب فاتنا، دعينا يعني نستمع لحرص قائمين على مهرجان القدس السينمائي. نعم. أن يستمر المهرجان وتعقد فعالياته في دير البلح رغم كل شيء، ويعرض فيه 22 فيلما. ماذا يقول عن هذا الدكتور عز الدين شلح رئيس المهرجان؟ ونعود إليك. نعم. المهرجان هو مهرجان القدس السينمائي الدولي، ولكن هو يقام في مدينة غزة. المهرجان تم تأسيسه بعام 2009، ونتيجة لثلاث حروب توقف المهرجان إلى غاية 2017 لمدة 8 سنوات. ومن ثم في 2017 استطعنا أن نقيم الدورة الثانية، واستمر المهرجان إلى أن وصلنا إلى الدورة الثامنة. الأفلام المشاركة هي 22 فيلم بعنوان من المسافة صفر. تم عرض 10 أفلام في الافتتاح و10 أفلام في الختام. هاي الأفلام هي تم شغلها في غزة أثناء الحرب ل22 مخرج. كل مخرج استطاع برؤيته أنه يخرج فيلم. طبعا هاي أفلام متنوعة في طرح مواضيعها، في منها الوثائقي وفي منها الروائي. هاي الأفلام هي بتصفي وثيقة بصرية، بتكون أيضا هي شاهد على جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وبتكمن أهميتها بأنه لما إحنا عرضناها بالافتتاح والختام والجمهور كان من النازحين في الخيام، فهم كأنهم عم بيشوفوا أنفسهم. الأفلام هذه كانت مرآة بالنسبة لهم، لأنه هي تتحدث عن واقع الحرب. هناك في قصص لم يرى أحد. نقول للعالم بأنه في كل لحظة، لحظة موت، نحاول أن نقلق لحظة حياة من خلال السينما، من خلال تشبثنا بهذه الأرض، لنقول للعالم بأننا شعب يحب الحياة، يعشق الحياة، ونتنكر لهذا الموت اللحظي الذي يحدث لنا في غزة. الموت يحيط بنا من جميع الجوانب، لكن كيف لنا أن نتحدى هذا الموت؟ ارتأينا، ومن خلال إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي والاجتماع مع مثقفين من داخل غزة، إنه نقيم هذه الدورة، والكل أجمع على إقامة هذه الدورة لنقابل هذا الموت بالحياة. إحنا مؤمنين تماما بأنه الفن هو رسالة إنسانية، وهو أقدر على توصيل الرسالة من أي أداة أخرى. لهيك إحنا ومن خلال السينما نبرق رسالة إنسانية للعالم. كل إشي له علاقة بالفن هو رسالة إنسانية بيكون لها صداها أمام المجتمع الدولي.
دكتور عز الدين شلح رئيس مهرجان القدس السينمائي، فاتنا الغرة في الأخير، اسم كتاب اليوميات النزوح إلى غزة، ولكن هو الاسم بالهولندي النزوح إلى غزة، لسه بالعربي يمكن أغير فيه قليلا، لكن حرف الجر هنا إلى وليس من. نعم. نعم. أردت التعقيب على ما قاله الدكتور عز الدين. صحيح. صحيح، ما قاله الدكتور عز الدين هو شيء يتسق تماما مع تاريخ أيضا شعب غزة وأهل ناس غزة. غزة كمدينة لو تيجي تعرف تقرأ تاريخ على الأقل المعاصر، غزة فيها أكثر من، كان فيها أكثر من 7 دور سينما على صغر هذه المدينة. رام الله لم يكن فيها يمكن غير دار واحدة، غزة كان فيها أكثر من 7 دور سينما. هذه علاقة الفلسطيني الغزاوي تحديدا مع السينما، مع فكرة الفن. غزة هي المدينة اللي كانت تحتضن أيضا حفلات وردة وحفلات صباح وحفلات، كانت تحتضن وتقام هذه الحفلات لفنانين مصريين يجوا يغنوا في غزة. غزة التي تنتج دائما، منتجة في كل المجالات الفنية، وهذه طريقتها أيضا في المقاومة وإثبات الوجود. وما يفعلونه الآن هو يؤكد أن هذا الشعب هو ليس بشعب طارئ، ليس شعب، خصوصية الفلسطيني أنه شعب مضيف للإنسانية بثقافته وبفنه. الشعب الفلسطيني لما تذكر فلسطيني رح تذكر محمود درويش، رح تذكر غسان كنفاني، رح تذكر إدوارد سعيد، رح تذكر فدوى طوقان، رح تذكر علماء، رح تذكر أطباء، رح تذكر. هو شعب أضاف للبشرية، مش شعب هامشي ولا مجرد شعب ماشي قاعد في حاله، لا، هو شعب منتج حضارة ومنتج علوم ومنتج ثقافة مضيفة لإرث الثقافي العالمي. عشان هيك نصرة الفلسطيني هو حق، هو حق للفلسطيني على العالم لما أنتجه وأضاف الفلسطيني في العالم. فاتنا الغرة، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا في ختام هذا اللقاء، سعدنا بك وبجهاد ابن فهد. شكرا كثير. ومستمعينا أنتم أيضا يمكنكم مشاركتنا قصصكم من قطاع غزة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 00210111110909. كما يمكنكم الإدلاء برأيكم فيما تستمعون إليه، وكذلك طمأنة أحبائكم داخل غزة وخارجها من خلال التواصل معنا على الرقم ذاته. في انتظار تفاعلكم معنا، ولا تنسوا الاشتراك في صفحة البرنامج على منصة بودكاست المفضلة لديكم. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة من بودكاست غزة اليوم. كان معكم في إدارة التحرير إبراهيم خليل، وفي الإعداد مروى جمال، وفي الإخراج نغم إسماعيل، وفي الهندسة الصوتية إيهاب أمين. وهذه تحياتي خليل فهمي، إلى اللقاء.